الانعاش الاقليمي ديال مدينه طنجه ديال الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي طنجه اصيله، ورئيس ديال الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه، والنائب الرئيس ديال الجمعيه الوطنيه. فهاد كورونا ظن القرار بان سعدنا للنظافه والبلديه، ومن بعد زان القرار نفس غدا زان القرار ديال الاغلاق. قال الاغلاق هادي شهرين ونص، والاخوان ديال الارباب المقاهي والمطاعم اللي هي اغلبيه ديالهم كاين اللي هما عندهم كراء، وليد العميله اللي هي كثر عليهم خسائر كبيره، والنسبه ديال الخسائر اللي وقعت لهم في المواد الغذائيه اللي هما عندهم، والديون تركب لهم الديون ديال الكراء ديال الضو ديال الفرنسيود اللي كيجيبو لهم السلعه اللي كيتعاملوا معاهم. وحنا كنطلبوا دابا هو يكون واحد 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 الدعم او لا واحد التسهيلات للارباب المقاهي باش يستنفوا العمل ديالو، باش يساعدوا يستنفوا العمل ديالو، باش يعملوا الصيانه ديالهم، باش يشوفوا الالات ديالهم اللي هي الثلاجات و البلازماز ديالهم و جميع المتاريال الالكترونيه اللي هي كتتعلق بالقهوه، باش يساعدوا العمل. وخا دابا يساعد العمل، الخدمه ما تكونش بحال اللي هي كانت سابقا بان هي طايحه، ودابا ما تكونش غتكون طايحه بزاف، كنطلبوا الشيء اللي عبرنا عليه، ورسائل اللي رسلنا زميل المسؤولين اللي هي من رئيس الحكومه ووزير الداخليه ووزير التجاره والصناعه ووزير الماليه والاقتصاد ورئيس ديال الغرف ديال المغرب كامل كيترأس عليهم، كامل رسلنا لهم المعاونس ديالنا اللي هو اللي كنتشكاو عليه. باقي الان حاليا باقي ما جلسوش معنا، مطلبوش المعطيات ديالنا اللي هما شنو نخدمو، ولكن باش يجيو يقول لك افتح راه صعيب الحال باش يفتحوا. اغلبيه ديالهم يلقاو المشاكل ويوقعوا كثره ديال المشاكل اللي هما الديون بعدا اللي هما الناس اللي كانوا معنا باش يخلصوا، ما يقدرش يفتح مره تماما الا ما كانش عنده تسهيلات وشي معاونه اللي هو باش يقدر يحل ويستانف العمل ديالو. خسرة عندك واقفة، عندي صارين ونص هي واقفة، أنا أول بدا مني بيرات، كاين بزاف عندنا، كاين الفران، كاين كذا، كاين بزاف د الحوايج اللي هما مع يزيد يماريا كتكون خسرة، كيخصو ضرورية بلونتروتيان، يعني هنا خصو الصيانة ديالها، باش يجيب معلوم باش يصين وباش ينظف وباش يعمل بزاف د الحوايج ديالو، باش يعدل، باش ولا خرج شي قرار اللي هو كيفاش غنخدمو، كطلب المادة. والناس اللي هادو اللي يستنفوا العمل ما عندهمش الماده اللي هما اللي يكونوا ضروري خصنا نشوفوا شي حل اللي هو اللي غنجلسوا فيه نتناقصوا فيه، نعطيوهم المعطيات اللي هما ديال اللي مضرورين بها، المعطيات اللي عندنا كثيره اللي هما مضرورين بها، حنا كنا مضرورين سابقا ودابا زيد ضرنا بزاف. راه هما كاين الناس اللي مشات الافلاس مره، كاين اللي هو عنده مثال كاين اللي عنده 10 العمال ولا عنده 12 اللي عنده 15 اللي عنده 20 ما يقدرش يصرح بهم الضامن الاجتماعي كامل، كاين اللي استافد، كاين اللي استافد كيخرجوا مزيمو ويومين عندهم مشاكل، وما عندهم نحلو دابا راهو مخبي، المهم يجي يحل الابواب ديالو يلقى كل شيء تركب عليه، كل شيء يجي ليلو، كل شيء يجي تبدا مضى ومن كيرا من جميع الناس اللي كيدعمهم السلعه، كل شيء يجي له خصو يتخلص، وما عندوش باش يخلص. هادو مشاكل عندنا كبيرة عندنا، حنا كنطلبوا من 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 حكومات تعفينا بعد على الأقل واحد عامين ولا سنين ديال الضرائب اللي هي مكثرة علينا، باش نستنفوا العمل ديالنا يكون مزيان. علاش؟ إلا ما غنبقاش ندخل ديك المداخل اللي غيكون عندنا، ما يمكنش تخدم ديك العمال اللي كانوا عندنا، ما تقدرش، يعني ما كاينش المداخل اللي هو اللي غتخدم هنا. أغلبية الناس حتى واحد ما يبغي يجي لك، يجي القهوة كيشوفك يا صافي غتعمل لك هذيك الهادي، يجي يهرب، حتى واحد ما يجي بقى يجي عندك، غادي نسب مخوفة ما يبقاش يجي شي واحد يجلس، ما يكونش ديك الإطلاع، يجي تشوف مثال خمسة ولا ست ناس جالسين يهرب، يقول لها هنا عمرض يهرب في حاله،
هذا هو المشاكل اللي نعانيو به، نعانيو بزاف المشاكل. هذا القطاع هذا معاني بزاف، انما عندنا شي تسهيلات ما عطيهم والو. باقي الان ما تكلمنا تاع جميع الرسائل اللي رسلنا، باقي الان ما كاينش شي جواب عليها، باقي ما تكلم معنا حتى شي واحد، ما قلناش شي واحد خاصه في الاعلام. باقي الان ما زعلنا حتى واحد، قلنا اجيو نتناقشوا ونعطيو المعطيات ديالنا والشيء اللي كان عانوا به، ما كاينش في هذه الساعه هذه. كيفاش غيجي باش يقول لي حلو باش نحلو انا؟ ما عنديش باش نحل. اغلبيه الساحقه من المشاكل اللي عند الناس اللي كاريه، كاين اللي كاري واحد الاثمنه بايطه، مثال اللي عندهم مثال كاين اللي 40,000 درهم، كاين 20,000، كاين 25,000، 15,000، كاين شيء كثير ضرب انتينا في 3 شهور، راه مبالغ كبيره. وجد تركوبات ديال الديون الاخرى اللي كانت عنده سابقا، لذلك الديون ملي كيجي يعمل كيجي يزين المحل باش كيبدل ويغير، كلشي كيشريه بالليتراس والشيكات، كيشري بالليتراس راه كاين غارقين، اي حاجه كيشريها حتى البلازما كلشي بالديون، راه كنعرفهم بواحد بواحد. ملي كي الصباح والتليفون خدامه، فين عملتو؟ شنو عملتو؟ شنو كدا؟ الناس راه مضروره بزاف، كل اللي هما صبرتي ما تاكل. عدد من مهنيين جاو عندنا هنايا للمقار ما عندهمش باش يعني ولادهم، باش عندهم ولادهم ياكلوا باش يتسخروا لهم.